أهلا بيكم من أصدقائي الأعزاء، معنا مزيك جميل من نماذج تحدي الإعاقة. صديقتنا نموذج جميل أمنا كل متحدي الإعاقة تخرج للطبيعة للاستمتاع بجمال البحر على ساق واحدة أو كاس بتعيش حياتها بتداعب بالأمواج وعلى شواطئ الرمل تترك بصمتها بقوة إرادتها وعزمتها بتتحدى كل صعب بتتحدى رقاق بتتحدى مجتمع ممكن يكون قاسي بعض الأحيان لكنها بقوة إرادتها وعزمتها بتتحدى كل صعب.